اخر كتاب قريته هو لا بواط ميغفي. ما كنقراش الكتب. اونتيغون. انا اصلا مش كنقراش. تاع لاس والكلاب. القران كريم. كنفضل الافلام نتفرج في الافلام وما نقراش قصص. لاس والكلاب لنجيب محفوظ. ملي تنفيق تنقرا تقريبا واحد نص ديال الحزب. ندير شي سيريات ديال لي زيستوار فهمتي. احسن من القرايه. اخر كتاب قريت كان هو اونتيغون ديال الكاتبه جون انوي. لا بواط ميغفي. ديال احمد الصفريو عجبتني ليستوار كيفاش كدوي على لا كولتور ماروكان. اخر كتاب اللي تنقرا كل صباح 6 الفجر وهو القران الكريم.